بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 21 من سلسلة دروس كتاب حقائق عن التصوف للعلامة الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. أحبابنا، الآن صار لنا نقرأ 21 درس، والآن للدرس 21. سأسأل سؤالا وأرجو من حضراتكم أن يجيب كل واحد منكم على هذا السؤال بصدق بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه: هل هذه الدروس أحدثت فينا تغييرا أو لم تحدث تغييرا؟ يعني شعورا بالمجاهدة، بالمراقبة، كنا مقصرين ببعض الأذكار فتجاوزناها، كنا مقصرين ببعض النوافل فبدأنا نحاول أن نشد الهمة. الفقير أنا انتفعت كثيرا بهذه الدروس، انتفعت كثيرا جدا جدا جدا، انتفعت بهذه الدروس وكأني لأول، هذا الكتاب أنا قرأته أما في زمن بعيد في سوريا، وكأني لأول مرة أقرأه صراحة، وكأني لأول مرة أقرأه، وأنا أحاول أن أعيش مع هذا الكلام في بيتي ومع زوجتي وأولادي وإلى آخره. فأنا أريد منكم أن تعيشوا مع هذا الكلام الذي يذكره الشيخ، لا سيما باب المجاهدة، هذا ركن ركين. يعني أنت عندما، أحبابي والله أنا يعني أحب والله أن أراكم في أعلى الرتب، أن أراكم في أعلى الرتب، وأنت لن تنال الرتبة العالية إلا إذا نهجت وسلكت مسلك أهل الله. ليست الرتبة العالية أن تكون ذا منصب، ولا أن تكون ذا مال، ولا أن تكون ذا وجاهة، لا والله ليست هذه المنصب. مرة أحبابي انظر، مرض شيخنا الشيخ أديب الكلاس رحمه الله تعالى ودخل المشفى، انظر إلى هذه الرتبة التي نالها، فاقت رتبة الحكام، فاقت وعلت رتبة الحكام. دخل إلى مشفى، وهذه المشفى لما مرض اتصلوا بطبيب، هذا الطبيب من كبار أطباء الشام عندنا، حتى إن الدخول إلى المشفى، المشفى عندهم ليست 5 نجوم بل هي 10 نجوم. كان كشف الطبيب فيها بما يعادل تقريبا 150 دولار، كشف الطبيب فيها بما يعادل 150 دولار، كبيرا، نفقات كثيرة. فلما مرض الشيخ، ابنه اتصل بالطبيب، فإذا بهذا الطبيب يخبر الطبيب المسؤول عن هذه المشفى الضخمة إن الشيخ أديب مريض ويحتاج إلى معالجة، فأرسل له بعض الأطباء ليعاينوا، ثم اتصل بعد ذلك بالسيارة الإسعاف أو السيارة، هم أخذوه إلى المشفى فأجريت له الفحوصات إلى آخره. فكان كبار أطباء الشام مشرفين، ليس ممرضين، انتبه، ولا ممرضات، كبار الأطباء مشرفين وواقفين، حتى إذا كان أراد أن يأخذ حقنة بسموها أو إبرة، كان الطبيب هو الذي يعطيه هذه الحقنة. هذا عمل الممرضين، هذا عمل الممرضين. فكان الأطباء هم الذين يشرفون على علاجه من أوله إلى آخره، وبعد ذلك يقبلون يده ويعملون المساج لقدميه.
هذه الرتبة بمنالها بزهده وورعه وانضباطه بالشرع. هذه الرتبة أنا أسأل الله من أسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا الرتب العالية في الدنيا والآخرة. فأنا يعني أسعد وأسر عندما أرى أحدكم قد بلغ رتبا عالية من هذا النوع، من هذا النوع. لا أريد منكم أن تكونوا أسرى لشيء أو لغير الله عز وجل، لا أريد منكم أن تكونوا أسرى لغير الله أو عبيدا لغير الله تبارك وتعالى، لا لمال ولا أبدا لشيء نهائيا، ولا لمنزلة أو مكانة. في قادم الأيام ستعطى مسجدا، أعرف بعض الشيوخ كان إماما في مسجد، كان إماما في مسجد في زمن من الزمان أزمنة كلام من 20 سنة تقريبا أو 15 عاما، يتصارع طلاب العلم على المساجد. فجاءه أحد الناس طالب علم فقال له أنا أريد المسجد الذي تصلي فيه إماما. قال له تفضل خذ. أخذ بيده وذهب إلى مديرية الأوقاف وتنازل له على المسجد. أنا لن أنازعك على هذا، هذه دنيا، غايتي أنا أن أسد هذه الثغرة، فإذا كنت قادرا على سدها فتفضل. ذهب إلى مسجد آخر، صعد خطيبا فجاء آخر ونازعه، قل له استلم خذ. أنا لا أنازعك على هذا، فلا أريد منكم ولا أريد من نفسي أن نكون أسرى لغير هذه التعليمات، لغير هذا المنهج. فأنا أطلب منكم أحبابي بعد أن سألت هذا السؤال أن يجيب كل واحد منكم بينه وبين نفسه. لابد أن تحدث هذه الدروس تغييرا في سلوكياتنا. الذي كان مقصرا بالذكر بالاستغفار بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كان يقع في بعض الغفلات، الآن المجاهد يجاهد نفسه. أنا اليوم كسلان، لن أصلي سنة الظهر القبلي، لا 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 لا، وإن كنت متعبا لابد أن أصلي. هذه هي المجاهدة. أنا اليوم سأنام مبكرا، ليه؟ كي أستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة. ولكن فيك الآن نجلس وتسامر مع أصدقائي، مسرور بلقائهم. هل لقاؤك مع أصدقائك مقدم على لقائك مع الله؟ لا أبدا. المجاهدة تقطع هذه المسامرة لتجالس الباري تبارك وتعالى قبيل الفجر. وهكذا عندك وظيفة قراءة قرآن، ضع وظيفة في اليوم الساعة الواحدة كل يوم أقرأ نصف جزء قرآن أو 5 صحيفات من القرآن الكريم. هذه الساعة الواحدة لقاء جلوسا مع الله تبارك وتعالى، لا أقدم عليه جلوسا. هذه المثابرة تحتاج إلى مجاهدة. فأحبابي أسأل الله أن يجعلني وإياكم منتفعين بهذا الكلام الذي يذكره الشيخ في هذا الكتاب. أنا أقول لكم وكأني لأول مرة أقرأ هذا الكتاب صراحة. طبعا هذا إن دل على شيء أقول هذا الكلام وأنا متحقق منه، وقلته لغيركم هذا ببركة جلوسكم أنتم. أنا قرأت هذا الكتاب قبل هذه المرة، قرأته يعني قراءة عابرة، ولكن أنا الآن أنتفع ببركتكم أنتم. فأرجو من الله عز وجل أن تنتفعوا أنتم كذلك ببركة هذا الكتاب وببركة مؤلفه وببركة أقوال الصالحين المذكورة فيه. الآن الشيخ رحمه الله تعالى، جزاك الله خيرا، الشيخ رحمه الله تعالى قال: أقسام الذكر. أنا هذا السؤال سأطرحه مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، وبعد ذلك في يوم من الأيام ستجدني أقول لك يا شيخ خالد قم أسألك فتجيبني سلبا أو إيجابا، لكن هذا سيكون يعني بعد فترة عندما نقرأ ثلثي الكتاب. فأريد منكم أحبابي أن تبذلوا الجهد في التخلق بهذه الأخلاق كي تحدث إن صح التعبير ثورة في داخلك. نحن نقرأ أن يتغير نحو الأفضل إن شاء الله تعالى. قال: أقسام الذكر، ذكر السر والجهر.
إن ذكر الله تعالى مشروع سرا وجهرا، وقد رغب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذكر بنوعيه السري والجهري، إلا أن علماء الشريعة الإسلامية قرروا أفضلية الجهر بالذكر إذا خلا من الرياء أو إيذاء مصل أو قارئ أو نائم. يعني أنت الآن تقرأ القرآن وبجانبك صديقك في الغرفة يدرس، لا ترفع صوتك بالقرآن لأن هذا يؤذيه، لا تقول أنا أقرأ القرآن وهو يدرس، أنت تؤدي مهمة وهو يؤدي مهمة، أنا أقرأ القرآن وهو نائم، نام، النوم عبادة، النوم عبادة، هو الآن يمارس عبادة من العبادات، لا تزعجه، إلى غير ذلك. قال مستدلين ببعض الأحاديث النبوية الشريفة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقول الله أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، والذكر في الملأ لا يكون إلا عن جهر، لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال قال ابن الأدرع رضي الله عنه انطلقت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ليلة فمر برجل في المسجد يرفع صوته، قلت يا رسول الله عسى أن يكون هذا مرائيا، انظر لكل شيء أحبابنا قشور ولب، الموزة لها قشرة ولها لب، ظاهر وباطن، الكامل يرى البواطن ببصيرته، أما الناقص يرى الظاهر ببصره، فلذلك الناقص دائما عندما يقع بصره على شيء ينبغي أن يسأل عن حكم الله في هذا الشيء، فإذا ما رأيت أيها الناقص رجلا في المسجد طأطأ رأسه هكذا ويبكي وهو في الصلاة، ظاهره أنه ماذا؟ أنه خاشع، فهل يجوز لك أن تقول عنه بأنه مرائن؟ لا يجوز، لأن الرياء عمل من أعمال القلب، وأنت الآن تحكم على ظاهره، والحكم على النيات، هذا شأن من؟ شأن الباري تبارك وتعالى. فلذلك الآن ماذا أحكم عليه أنا؟ الشارع يقول لك أحكم عليه بأنه خاشع، واسأل الله عز وجل أن يمن عليك بالخشوع في الصلاة كما من على عباده الصالحين، أما أن تقول عنه بأنه مرائن هذا ما يصح. فماذا قال هذا الصحابي؟ يا رسول الله عسى، أنت لم يجزم بذلك، عسى أن يكون مرائيا، قال لا ولكنه أواه، ولكنه أواه، إن إبراهيم لحليم أواه، إن إبراهيم هكذا نعت الله عز وجل سيدنا إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم لحليم أواه، ماذا يعني أواه؟ على وزن فعال، تواب، إيش يعني تواب؟ كثير التوبة، أواه كثير التأوه، أنت متى تقول آه من وجع، وهذا الوجع له أسباب، قد تقول آه شوقا لمحبوب، قد تقول آه من ألم أصابك، قد تقول آه من خوف، فكلمة آه هذه كلمة تقال لها دوافع كثيرة، فقد فالولي والكامل يقول كلمة آه لأسباب كثيرة، شوقا لمن يحب، خوفا ممن يحب، هروبا نحو من يحب، إلى آخره، هذه كلمة آه لها أسباب كثيرة. فلذلك ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ لا ليس مرائن ولكنه أواه،
أواه يقول آه حبا وشوقا وطمعا وخوفا مما عند الله تبارك وتعالى. هذا هو الكامل مولانا. الكامل يرى الكمال في كل شيء، أما الناقص لا 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 يرى إلا النقص، لا يرى إلا النقص. وإن كان الذي بين يديه كاملا لا يراه إلا ناقص. ها هو أبو لهب كان يرى محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ناقص، والكفار والمشركون الملحدون في هذا الزمان ينظرون إلى الشريعة الإسلامية الغراء الكاملة يرونها بأنها ناقصة، لأنهم ناقصون غرقا في النقصان. فالكامل لا يرى الأشياء إلا كاملة. لذلك أحبابنا نحن طلاب العلم ينبغي أن نتخلق بهذا الخلق، أن نرى الجمال في كل شيء، أن ترى الجمال في كل شيء. عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا ذكر لا ليس ذكرا، انتبه، يرفع صوته بقراءة القرآن. انتبه مولانا، يرفع صوته بالقرآن. فقال إنه مرائي وإنه مرائي، فقال لا إنه أواه، يعني هذا رفع الصوت بالذكر غاب. لما غاب هذا الإنسان عما سواه وانفرد بربه وخالقه بدأ يناجيه بهذه الطريقة. أما كلمة آه هذه هي فيها خلاف، ولكن علماء الشريعة قال ليست بذكر، ليس بذكر. الآه ذكر، هذا يحتاج إلى دليل. الأحتاج، انظر مولانا، التصوف منضبط بالكتاب والسنة، هذا ليس كلامي، هذا الذي مر معنا، وهذا قول سيد الطائفة الإمام الجنيد. فكل ما يأتي به المتصوفة تمام لابد أن يكون منضبطا بالكتاب والسنة. فما لا دليل عليه فما لذلك ماذا مولانا؟ هناك بعض أشياء قد يكون الدليل عليها ماذا؟ الكشف. وقلنا الكشف دليل في حق من؟ في حق صاحبه، في حق صاحبه. إيه نعم، هو ليس له أن يأمر به الآخرين، ليس له أن يأمر بذلك. هناك أشياء يعني ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. إيه نعم، والفقير أدرك آحادا من الشيوخ حالهم يختلف باختلاف من يجالسون، وفي الواقع هذا هو الكمال. حالهم يختلف باختلاف من يجالسون، يعني أنا لا أستطيع أن أتكلم بكلام أهل الله الذي يحتاج إلى دقيق فهم بين يدي عامة الناس، هذا خطأ، هذا خلل. ولكن أتكلم بهذا الكلام الذي يحتاج إلى دقيق فهم بين الخاصة من طلاب العلم، بين المتقدمين في السلوك، بين خواص طلابي، حيث ولكن بشرط ألا ينقل إلى غيرهم، بشرط ألا ينقل إلى غيرهم. أنا بعض الشيوخ كان تصدر لديه كرامات ويقول هذه ليست لي، ثم يقول في السر بينه وبين بعض طلابه رأيت هذه كرامة لي، يقولها لواحد من أفراد طلابه خواصه، ولكن لا يقولها لغيره، لا يقولها على الملأ وعلى العلن. ليه؟ يقولها لهذا الخاص أسباب، لعل هذا الذي هو من مريديه صار له عنده 30 سنة واعتقاده بشيخه ضعيف، فأراد أن يقوي اعتقاده به كي ينتفع، فيكون هذا فيه مصلحة لمن؟ لهذا لا لغيره، فلا يصرح بذلك إلا بين يدي هذا الطالب. إذن أحبابنا الكمال في هذه المسألة، الكمال ألا يذكر كلام أهل الله الذي يحتاج إلى دقيق فهم أو إلى مراتب عالية إلا بين يدي الخواص، الخاص للخواص والعام للعوام. أما أن نذكر كلام الخواص بين يدي العوام فهذا فيه خلل، هذا الشيخ يحتاج إلى إعادة ترتيب أموره، ما يصح، ما ينبغي أن نذكر
هذا، والله أعلم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. يعني كانت السنة في الصدر الأول، في الصدر الأول، أن الصحابة الكرام لما ينتهون من الصلاة كانوا يجهرون بالتكبير كما في صحيح مسلم، يجهرون بالتكبير. ولكن كلام ابن عباس هذا يفهم منه أن هذا الموضوع انتهى ونسخ. ليه؟ لأن ماذا قال؟ كان على عهد النبي، يعني الآن غير موجود، واضح؟ كان، وكنا في رواية كنا نعرف انقضاء الصلاة، كنا نعرف انقضاء الصلاة. أما الآن الصحابة لم يعد، لم تعد الصحابة الكرام يفعلون هذا الفعل، فهو منسوخ، فهو منسوخ. وهذا هو الصحيح، الصحيح على نسخه أنه منسوخ. ولكن الشاهد في هذا الحديث هو مشروعية رفع الصوت بالذكر. أما ختم الصلاة، الانتهاء من الصلاة بذكر الله أكبر مع رفع الصوت، هذا الذي نسخ، هذا الذي نسخ. عن السائب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: جاءني جبريل، يعني وهم في ذهابهم للحج، قال: مر أصحابك أن يرفع، قل مر أصحابك يرفع أصواتهم بالتكبير. لفظ الحديث أن يرفع أصواتهم بالإهلال والتلبية، بالإهلال، هذا لفظ الحديث، بالإهلال والتربية والتلبية. بسم الله الرحمن الرحيم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: إنا لعند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذ قال: ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله، ففعلنا، فقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم إنك بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني عليها الجنة، إنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم. لذلك قال بعض العلماء: الإكثار من كلمة لا إله إلا الله فيها من ثمراتها مغفرة الذنوب، مغفرة الذنوب، مستدلا بهذا الحديث. وهناك أحاديث بلغت، نعم يا سيد تفضل. كيف رفعوا؟ ما ذكر الحديث، ولكن هكذا لا إله إلا الله كان فيه رفع الأيدي، كان فيه رفع الأيدي. وهناك أحاديث بلغت حد الكثرة، جمع منها العلامة الكبير جلال الدين السيوطي 25 حديثا في رسالة سماها نتيجة الفكر في الجهر بالذكر. فقال: الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. سألت أكرمك الله عما اعتاده السادة الصوفية من عقد حلق الذكر والجهر به في المساجد ورفع الصوت بالتهليل، وهل ذلك مكروه أو لا؟ الجواب: إنه لا كراهة في شيء من ذلك، وقد وردت أحاديث تقتضي استحباب الجهر بالذكر، وأحاديث تقتضي استحباب الإسرار به، والجمع بينهما، بين هاتين الفئتين من الأحاديث، أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. وها أنا أبين ذلك فصلا فصلا. طبعا الشيخ ما ذكر الكتاب كله، ذكر جزءا منه، ثم ذكر يعني الشيخ السيوطي رحمه الله الأحاديث الدالة على ذلك بكمالها، ثم قال: إذا تأملت ما أوردنا من الأحاديث عرفت من مجموعها أنه لا كراهة البتة في الجهر بالذكر، بل فيه ما يدل على استحبابه إما صريحا أو التزاما كما أشرنا إليه. وأما معارضته، معارضة الجهر بحديث خير الذكر الخفي، فهو نظير معارضة أحاديث الجهر بالقرآن بأحاديث المسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. وقد جمع النووي رحمه الله بينهما، بين هذه الأحاديث المتناقضة الظاهر، بأن الإخفاء أفضل حيث خاف الرياء أو تأذى به مصلون أو نيام،
والجهر أفضل في غير ذلك، لأن العمل فيه في الجهر أكثر، ولأن فائدته تتعدى إلى السامعين، ولأنه يوقظ القارئ ويجمع همه إلى الفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط. وقال بعضهم يستحب الجهر ببعض القراءة والإصرار ببعضها، لأن المسر قد يمل فيأنس بالجهر، والجاهر قد يكل فيستريح بالإصرار. وكذلك نقول في الذكر على هذا التفصيل، وبه يحصل الجمع بين الأحاديث. فإن قلت قال الله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا، تضرعا تذللا وتملقا وخيفة، ودون الجهر من القول، ودون الجهر من القول، هنا الشاهد. قلت الجواب على هذه الآية من ثلاثة أوجه: الأول إنها مكية كآية الإسراء، ولا تجهل بصلاتك ولا تخافت بها، وقد نزلت حين كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقرآن، فيسمعه المشركون فيسبون القرآن ومن أنزله، فأمر بترك الجهر سدا للذريعة، كما نهي عن سب الأصنام، لذلك في قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقد زال هذا المعنى، وأشار إلى ذلك ابن كثير في تفسيره. انظر لكلام الشيخ، قال وأشار إلى ذلك ابن كثير. ابن كثير من؟ تلميذ ابن تيمية. ابن كثير يعني كأنه أقال لك هذا مذهب ابن تيمية، الجهر بالذكر جوازه. يعني عبارات الشيوخ أحيانا لها معان تشير إلى مدلولات، فعندما يأتيك أولئك لا حول ولا قوة إلا بالله وينكرون عليك مثل هذا، ينكرون عليك مثل هذا، فقل لهم شيخكم وأستاذكم ومربيكم هو أباح هذه الأمور، فأنتم إذا كنتم لا تقلدون أهل السنة ولا تقلدون غيرهم، فمن تقلدون إذن؟ لا حول ولا قوة. قال الثاني إن جماعة من المفسرين منهم عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم شيخ مالك أو شيخ مالك وابن جرير حملوا الآية على الذكر على الذاكر حال قراءة القرآن، حملوا الآية على الذاكر حال قراءة القرآن، وأنه أمر له الآية فقط، هذه فقط لقارئ القرآن، وأنه أمر له بالذكر على هذه الصفة تعظيما للقرآن أن ترفع عنه الأصوات. يعني لا ينبغي أن ترفع الأصوات فوق صوت القرآن، فتقرأ بحيث تسمع، بحيث أدبا وتخشعا مع القرآن الكريم. ويقويه، يقوي هذا القول، هذا المذهب، هذا الرأي، اتصالها، اتصال هذا الجزء من الآية بقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنت تقرأ، فينبغي أن تسمع ما تقرأ وأن تنصت له، والاستماع والإنصات يحتاج إلى خشوع وخضوع، والخاشع والخاضع لا يرفع صوته، الخاضع الخاشع المتذلل لا يرفع صوته. قلت وكأنه لما أمر بالإنصات خشي من ذلك الإخلاد إلى البطالة، فنبه على أنه وإن كان مأمورا بالسكوت باللسان إلا أن تكليف الذكر بالقلب باق، حل حتى لا يغفل عن ذكر الله، ولذا ختم الآية بقوله ولا تكن من الغافلين. يعني إن لم تذكر الله بلسانك، كما مر معنا في الدرس الماضي عن سيدي ابن عطاء الله السكندري ماذا قال؟ قال الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان بدوام حضور القلب مع الحق، هذا أساس الذكر. الثالث ما ذكره الصوفية أن الأمر في الآية
خاص بالنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الكامل المكمل أو المكمل، الكامل المكمل الذي كمله الله، المكمل يكمل الناس. ما تعرف أحد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا كمل به، ما ذكره ذاكر إلا ارتقى به. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله. وأما غيره ممن هو محل الوساوس، محل الوساوس يعني غير النبي صلى الله عليه وسلم هو محل تحل به الوساوس والخواطر الرديئة، أما النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم منزه عن ذلك، فمأمور بالجهر لأنه أشد تأثيرا في دفعها. قلت ويؤيده من الحديث ما أخرجه البزار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته، فإن الملائكة تصلي بصلاته وتسمع لقراءته، وإن مؤمني الجن الذين يكونون في الهواء وجيرانه معه في مسكنه يصلون بصلاته ويستمعون قراءته، وإنه هذه القراءة وإنه ينطرد بجهره بقراءته عن داره وعن الدور التي حوله فساق الجن ومردة الشياطين. فإن قلت فقد قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقد فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء، فسر الاعتداء بالجهر في الدعاء. قلت الجواب عنه من وجهين: أحدهما أن الراجح في تفسيره في تفسير الاعتداء بالدعاء المعتدين هنا أنه تجاوز المأمور به أو اختراع دعوة لا أصل لها في الشرع، سيأتيك الآن بمثال. ويؤيده ما أخرجه ابن ماجه والحاكم في مستدركه وصححه عن أبي نعامة رضي الله عنه أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. فقال أبوه يعني عبد الله بن مغفل: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون بالدعاء. فهذا اعتداء بالدعاء، تجاوز الحد، تحكم على الله عز وجل: اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى، اللهم إني أسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. هذا هو الدعاء. أما أريد القصر في الجنة الوسطى له 15 باب وثلاث نوافذ وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، هذا اعتداء في الدعاء، هذا اعتداء في الدعاء. قال: فهذا تفسير صحابي وهو أعلم بالمراد. الثاني على تقدير التسليم، على تقدير التسليم بأن المراد بالاعتداء هنا الجهر بالدعاء، نسلم لكم ذلك. فالآية في الدعاء لا في الذكر، أنتم تقولون الجهر في الدعاء وحديثنا عن الجهر بالذكر، فإذا هذا غير ذاك. والدعاء بخصوصه الأفضل فيه الإصرار لأنه أقرب إلى الإجابة، ولذا قال تعالى: إذ نادى ربه نداء خفيا. ومن ثم استحب الإصرار بالاستعاذة في الصلاة اتفاقا لأنها دعاء. فإن قلت فقد نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رأى قوما يهللون برفع الصوت في المسجد فقال: ما أراكم إلا مبتدعين، حتى أخرجهم من المسجد. قلت: هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج إلى بيان سنده، من الذي قال هذا الكلام؟ إمام السيوطي. ومن أخرجه من الأئمة الحفاظ في كتبهم، وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة الثابتة المتقدمة وهي مقدمة عليه عند التعارض. ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك، هكذا يقول السيوطي، ثم رأيت ما يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد
حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا المسعودي عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال هؤلاء الذين يزعمون أن عبد الله كان ينهى عن الذكر ما جالست عبد الله مجلسا إلا ذكر الله فيه. وأخرج أحمد في الزهد عن ثابت البناني قال إن أهل ذكر الله ليجلسون إلى ذكر الله وإن عليهم من الآثام أمثال الجبال وإنهم ليقومون من ذكر الله تعالى ما عليهم منها شيء. الحمد لله. وقال العلامة الكبير الشيخ محمود الألوسي بين قوسين أحبابنا تفسير الألوسي، تفسير الألوسي من أعظم كتب التفسير، من أعظم كتب التفسير، ولكن فيه طامة من الطامات. مؤلفه إمام كبير صوفي بامتياز، ولكن هناك طبعتان في السوق، الطبعة القديمة سليمة وهي نادرة الوجود، والطبعة الموجودة في الأسواق مدسوس فيها ما ليس في الطبعة السابقة، دس فيها أحد أولاده أو أحفاده وكان وهابيا سلفيا إلى آخره، كان من المشوشين المشوشين، دس فيها العقيدة الباطلة من إنكار التوسل وزيارة القبور إلى غير ذلك. هذه الطبعة الموجودة الآن في الأسواق، فلذلك إذا ما اشتريتم هذه النسخة احذروا كل ما هو فيه عداء أو محاربة للتصوف والذكر والتوسل، هذا مدسوس على الشيخ ليس مذهبه، كان من كبار الصوفية وكبار الأولياء وكبار الصالحين. هناك نسختان في الأسواق، نسخة نادرة الوجود وهي الطبعة القديمة ويندر وجودها صراحة، والنسخة الآن الموجودة. لذلك بعض أدعياء أولئك المشوشين مشوشين أولئك يقول لك هذا العلامة الآلوسي قال في كتابه كذا، ويعتمدون على هذه النسخة وهم يعلمون أنها ليست من كلامه ولا من كتابه، هذا لابد له لابد التنبيه عليه. قال العلامة الكبير الشيخ محمد الآلوسي رحمه الله في تفسيره عند قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، وقيل نهي عن الجهر بالذكر والدعاء بقوله تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. وأنت تعلم أن القول بأن الجهر بالذكر والدعاء منهي لا ينبغي أن يكون على إطلاقه. ليه؟ قال والذي نص عليه الإمام النووي رضي الله عنه في فتاويه أن الجهر بالذكر حيث لا محذور شرعا مشروع مندوب إليه، بل هو أفضل من الإخفاء في مذهب الإمام الشافعي. نجلس مع بعضنا فنقول فعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لا مانع من ذلك، أستغفر الله أستغفر. كنا نجلس هذه المجالس في الشام كثيرا والله، وكانت مجالس خير ومجالس بركة. اليوم صباحا كنت أقول لأخونا الشيخ سامح في عندنا في الشام دروس كثيرة، أحد الدروس الشيخ نعيم عرقسوسي حفظه الله تعالى وأمتعه بوافر الصحة والعافية يحضر درسه الآن كل يوم جمعة بعد صلاة الفجر قرابة 5000 واحد، 5000 بعد ما بعد أي صلاة؟ صلاة الفجر. أول شيء تبدأ الجلسة بالذكر، جلسة ذكرين تسمى جلسة الصفا، أخذها عن شيخه الشيخ عبد الكريم الرفاعي الذي أخذها عن شيخه الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى. يعني أنت تخيل الآن هذا العدد الكبير بعد صلاة الفجر يستمرون هكذا تقريبا 3 ساعات، ذكر قراءة آية سورة ياسين بعد ذلك ثم درس، يعني يستمر الجلسة تقريبا 2 أو 3 ساعات. ففي ذلك خير عظيم، خير عظيم، ولكن كما قال العلماء من ذاق عرف ومن عرف اغترف. هناك أناس يحاربون هذا الأمر لأنهم ما ذاقوه،
وما عرفوه وما حاولوا أن يتذوقوا هذا الأمر، والله لو ذاقوه ووجدوا لذة الجلوس مع الذاكرين لعرف قيمة هذه المجالس. يختلف حالك أنت تماما بين، أنا أقول لك أنت تمشي في طريق مظلم، ما معك؟ ظلام شديد، أخرجت عود ثقاب، كم ينير بين يديك؟ مقدار قليل. فجاء شخص آخر أوقد عود آخر، والثاني والثالث ورابع ومئة وألف، تصبح ما شاء الله كالنهار، ألف عود ثقاب. وكذلك عندما تجلس مع الذاكرين، النور الذي في قلبك من الإيمان قد يكون ضئيلا، فتنتفع بنور إيمان من هو بجانبك. وهكذا عندما يجتمع ألف شخص كما اجتمع ألف عود ثقاب، كل منهم ينتفع بالنور الذي في قلب أخيه وصاحبه. فإذا ما خرج من المسجد وانفرد في الطريق وحده، انفرد بالنور الذي في قلبه، فيشعر بالفرق، يشعر ما الذي حصل معي، كنت في حال وصرت في حال. نعم، كنت متقويا بأنوار أصدقائك وإخوانك، أما الآن مكتفي بنورك أنت. كلا بل ران على قلوبهم، والعياذ بالله، من كثر الران على قلبه لا لن يذوق هذه الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: هو ظاهر مذهب الإمام أحمد وإحدى الروايتين عن الإمام مالك بنقد الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وهو قول القاضي خان في فتاويه في ترجمة مسائل كيفية القراءة، وقوله في باب غسل الميت ويكره رفع الصوت بالذكر، فالظاهر أنه لمن يمشي مع الجنازة، لمن يمشي مع الجنازة كما هو مذهب الشافعية لا مطلقا. وقال الألوسي رحمه أيضا رحمه الله: واختار بعض المحققين أن المراد دون الجهر البالغ أو الزائد على قدر الحاجة، فيكون أن الجهر المعتدل، والجهر بقدر الحاجة داخلا في المأمور به. فقد صح ما يزيد على 20 حديثا في أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كثيرا ما كان يجهر بالذكر، وكان عن وصح النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه يكون مع الصحابة الكرام حديثهم، فإذا به يسكت ويستغفر الله بصوت مرتفع، حتى قال بعض الصحابة: إني عددت عليه أكثر من 10 أو 20 استغفارا في الجلسة، يسكت ثم يقول: أستغفر الله أستغفر الله، ثم يتابع حديثه. جهر بالذكر بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته يقول بصوته الأعلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، إلى أن قال: وقد ألف الشيخ إبراهيم الكوراني عليه الرحمة في تحقيق هذه المسألة رسالتين جليلتين، سمى أولاهما نثر الزهر في الذكر بالجهر، وثانيتهما إتحاف المنيب الأواه بفضل الجهر بذكر الله. ثم قال: أفضلية ذكر الجهر. نقف هنا، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين.